اس عشق میں مر جاوا. اذا كانت هيئة روحي معناها وين انجالي هلا؟ انا بعرف شو عم تفكر ديب، انه انا انجالي ولا اروحي. دكتور لو سمحت اتصل بالشرطة وخبرهم انه السيارة لساتها مكان الحادث. دكتور خبرني، هي تجاوزت مرحلة الخطر هلا؟ يعني فيني طالعها على البيت؟ ايه ايه طبعا، بس خلص بعض الشكليات بمكتب الاستقبال وبعدها طالعها على البيت. فينا نخلصها هلا؟ ايه اكيد، رح اجي معك. مين اللي بدك تاخذها على البيت؟ انجالي ولا اروحي؟ الهوية اللي انت اعطيتني اياها هي هلا نفس الهوية اللي محيرتك كتير. انت ما انك قدران تعرف حتى انا مين بكون. هون رح تبلش المتعة، وشوف كيف رح تعلق على مهل بالمصيدة اللي انت عملتها بايديك. صباح الخير أنجالي. صباح الخير. شو اللي عم بيصير معنا بهالبيت اليوم؟ بالواقع من لما اجيتي على البيت كل يوم عم بيصير بصراحة أحداث درامية. أول يوم اجيتي عملتي تمثيلية لتقلعينا من البيت، وبعدها تمثيلية المستثمرين، وبعدها اللي صار مبارح، وتمثيلية الحادث اللي صار معك، وهلأ بقي شي واحد بس، الجريمة. وممكن إنها تصير أروهي اليوم. ليش عم تحكي هالحكي يلي ما له طعمة؟ انت بتعرفي منيح انه أنجالي طالعة من المشفى وعم تحاول انها تتعافى. يبدو بانه كل تمثيليات تارا وأروهي يلي صارت معكم بهذا البيت تركت بصمات تارا فيكي، مو هيك؟ مو شغلة غريبة؟ شخصين لهم نفس الوش وهن اكبر عدوتين لبعض، وشوفي انتي لازم تعيش بهالبيت لحتى تنتقمي منه. بهوية اكبر عدوة لإلك، هالشي مثل السحر. يعني انتي هلأ لازم تضيعي كل دقيقة وكل لحظة من حياتك وانتي عايشة بهوية الانسان اللي بتكون اكبر عدوة لإلك واللي بتكرهيها. حتى كل الناس الموجودين بهالبيت لازم ينادولك باسم عدوتك، مو هيك تارا؟ انا اسفة اروهي، مو لازم ينادولك باسم تارا؟ شي ذكي منك انه تخلي الناس بهالبيت يجنوا من تغييرك لهوية عدوتك، شي مبهر. على كل حال انت بتعرفي كتير شغلات عن هذا البيت. بالمناسبة فيرات، انت ايمت خبرت عن كل هذا الشي؟ لانه مثل ما انا بذكر بالوقت اللي انت عرفت فيه حقيقة تارا واروهي انت كنت موجود بالسجن، ما هيك؟ بقى كيف عرفت انجالي كل هذا الشي؟ اديب انت ما لازم تستقل بحالك، صرت شخص مشهور بالمدينه كلها، كل شيء صار طلع على التلفزيون. وكمان لا تنسى انا حبيبته لفيرات، انا بكل الاحوال سمعت كتير شغلات عن هالبيت، هيك عرفت. أنجالي. نعم. ممكن توقفي هالحديث الفاضي لانه ما له اي لازمه، ارتاحي وافطري ماشي؟ اذا بدك بطعميكي. لا لا انا باكل لحالي. ايه خلاص انا رح اطعميكي، مو مشكله. فرات عم يلمسني كل الوقت، حاسه اني صايره عم بكرهه بزياده، وهلا عم يطعميني. انا لازم اكل، انا هلا صرت حبيبته، انا اللي بديت بهي اللعبه، فكيف بدي اطلع منها من نصها هيك؟ حبيبي لو سمحت طعميني، كثير جوعانه. اكيد. شو صار؟
لحظة، أنا رح أعطيكي مي. تعرف فرات؟ أنت حدا تعرف شو بيسموه؟ شخص كتير مخلص؟ شكراً. أنت كتير تغيرت فرات، من الصعب أني أتعرف عليك. ما فيني صدق أنك نفس فرات، الشخص اللي بعتها لحبيبته الأولى من الحفلة على البيت لحالة وبنص الليل كمان بس لحتى يتسلى. حلو. أنت كيف عرفتي هالشي أروهي؟ لأنه ما في حدا بيعرف بهالشغلات غير أمي وتارا. كيف عرفتي؟ أنا حكيت لها. تارا اللي خبرتني وأنا خبرتها لأروهي. قديش ضليت عم تدربها لتارا لحتى تصير أروهي يا ديب؟ مين ما كنتي، أنجالي ولا أروهي، أنا ما رح خلي لعبتك تستمر لوقت طويل ورح راقبك منيح. ما عليه، خليك محتار ديب، مين بكون؟ هاي مكالمة من الفندق، تشواني عم يتصل. أنجو موبايلك عم بيرن. ردي عليه. ألو؟ ألو؟ حبيبي في مشكلة بالشبكة هون، رح أطلع لبرا وأحكي. إيه طبعاً، بس انتبهي. بالإذن. إيه تشواني قلي، كيفك أنت؟ أختي؟ أنا كتير تعبان. حرارتي مرتفعة من مبارح المساء، كمان راسي عم يوجعني كتير. أختي؟ أنا رحت على الصيدلية مبارح لجيب دواء وهنن عطوني أدوية بس أنا ما استفدت عليهم. طيب ماشي، ما في مشكلة تشاواني، لا تخاف، خليك بالغرفة. أنا جاية لعندك. ماشي، انتبه على حالك، استناني جاية على الطريق. ماشي ماشي أختي. إذا تشاواني كان تعبان ومريض، أنا ليش ما ببعت له الدكتور ميهتا لعنده؟ ما رح يكون فيني أخذ تشاواني على المشفى هلأ، لأنه إذا أخذته على المشفى كلهم حيعرفوا أنه عايش. لا، أنا لازم روح بالأول لهنيك وبعدين بشوف شو بعمل. فرات؟ شو صار أنجو؟ أنت جيتي لهون لحتى تحكي على التليفون، أنت ما كملت فطورك وكمان شكلك ناوي تطلعي من البيت. ايه فرات، حكاني الدكتور انا عندي موعد معه اليوم وكنت نسيانته تماما، انا تاخرت وصار لازم روح. ليش حتى تروحي لحالك على المشفى وانت بهالحاله؟ انا رح اجي معك. لا ما في داعي. هو مو دكتور بالمشفى، هو طبيب معالجه فيزيائيه عنده مركز علاج طبيعي. بالواقع انا كنت كتير متوتره بالفتره الماضيه، لهيك فكرت انه يمكن اتحسن اذا رحت وعملت جلسات معالجه هنيك، وهي بتاخذ حوالي 3 ساعات تقريبا. حتمل. طيب روحي هلا، بس انتبهي على حالك ماشي، وبس تخلصي الجلسة حاكيني وأنا بجي باخدك، اتفقنا؟ أنا رح أخذ السيارة بس رح أتصل فيك إذا احتجت شي. انتبهي على حالك. وأنت كمان. أروهي أختي، أنت وصلتي بسرعة. يا قدير، أنا تأخرت كتير بسبب فيرات وما بعرف شو صاير مع تشواني. ليش ما عم تشتغل السيارة؟ مو معقول، شو اللي صاير لهلا؟ كيف بنشروا دواليب السيارة؟ شو هاد؟ كيف ممكن كل دواليب السيارة تبنشر مع بعضها بنفس الوقت؟ معقولة حدا متقصد يعمل هالشي؟ اجيتي؟
اعذرني اخي، بس سيارتي مبنشره وانا عندي موعد ضروري، ممكن توصلني لو سمحت؟ امشي. بتمنى يكون تشاواني بخير، لازم اوصل لعنده بسرعه. تشاواني؟ مين اللي عمل هيك بالغرفة؟ تشاواني؟ في حدا هون؟ تشاواني؟ شو؟ دم؟ هذا دم تشاواني؟ معقولة يعني يكون حدا عامل في شي؟ معقولة يكون ديب إجا لهون و... مين اللي إجا لهون؟ تارا؟ معقول تكون تارا عملت له شي؟ وين ممكن يكون راح تشاواني؟ مين اللي إجا لهون؟ مين عمل هذا الشي؟ ليش هاي الصورة هون؟ شو اللي جابها لهون؟ أكيد حدا جابها وحطها هون. أنا متأكدة إني شفت هالخزانة، بس يا ترى وين شايفتها من قبل؟ ما عم بتذكر وين شايفتها من قبل، لازم أتذكر منيح. يا ترى وين شايفتها؟ أنا شايفتها. إيه أنا هلأ تذكرت، شايفتها ببيت الرايتشند بوحدة من الغرف اللي هنيك. تشاواني، ما حدا بيعرف شو وضعه لتشاواني هلا، وين ممكن يكون؟ الخزانة اللي شفتها بالصورة موجودة بهاي الغرفة، شو علاقتها باختفاء تشاواني؟ وين ممكن يكون؟ من وين اجى هالدم؟ مين جاب الخزانة لهون؟ جواني! جواني! هاي في حدا هون! جواني! هذا جواني! كيف اجت شاواني لهون؟ شو صار له؟ هو عم يتنفس، انا رح اتصل بالدكتور. الو دكتور، تعال على قصر رايتشاند فورا. تجاوزت حدودك كثير يا ديب. انتوا لوين بدكم توصلوا بهذا الشيء؟ ليش لحتى تدخلوا طفل بريء باللعبه تبعكم؟ هذا الشيء ما حدا بيعمله غيرك انت، يا اما انتوا الاثنين مشتركين سوا. انا ما رح سامحكم. شكراً لأنك أجيت، شكراً. أنجالي، أنت أول مرة بتشوفي لتشاواني مو هيك؟ قليلي كيف عرفتي؟ وليش كنتي خايفة عليك لهالقد؟ آه، هذا الولد اسمه تشاواني؟ مرحبا. بالحقيقة شيل الإنسانية على جنب، أنا حسيت إنه لازم ساعده أكتر من إني أعرف اسمه، بس هيك. حرام هو ولد، شوف حالته،
القدير بيعرف مين الوحش اللي عمل فيه هيك. لما شفتي انت انفعلتي هيك، وكمان لانك رح تصيري ام، لهيك انت توترتي لما شفتي لتشاواني بهالحالة. بس انا انصدمت من الشخص يلي مفروض يكون هو يلي توتر وما بين اي اثر للتوتر على وشه. عم احكي عنك اروهي، هو كان مقرب لإلك، شو صار لما شفتيه بهالحالة؟ ما اثر هالشي فيكي ابدا؟ بجوز انت مو قادر تشوف الامور بشكل صحيح. تشاواني واروهي كانوا كتير مقربين من بعض، وفجأة شافته قدامه وهو بهي الحالة. هالشي خلاها مصدومة لهالدرجة الكبيرة. ديب، تشاواني، أنا ما عم صدق إنه التقى. يا حبيبي يا أخي، يا حبيب قلبي الغالي. تمام، يعني هالشي كتير منيح. هلأ تشاواني في يعيش بهالبيت، وهيك بيقدر يتعالج، وكلنا هيك رح نهتم فيه إذا بقي معنا، مو هيك أروهي؟ أنت أكيد معك حق، أروهي رح تدير بالها كتير منيح على تشاواني، هي أكتر وحدة قريبة منه، وكلياتنا كمان رح نتساعد ونهتم فيه، ورح نوصل تشاواني للمكان الصح. يعني على غرفته. تعال تشاواني قوم، خلينا نروح. يلا على مهلك. يلا. تعال. ما تقلقي، أنا رح أهتم فيه كتير منيح. تعال حبيبي، يلا. معقول أنا أكون هلأ ارتكبت غلط؟ غلط كبير إنه خليت شواني بهالبيت؟ يمكن ديب وتارا هلأ يحاولوا يقتلوه مرة تانية. لا لا لا، ما رح يصير أي شيء من هاد. إذا هو بقي هون فهذا بيعني إنه رح يضل قدام عيوني، ما رح أسمح يصير له أي شيء. أكيد أنت هلأ تعبان، يلا نام. بقلك شي تشاواني؟ أنت بتعرف أنك كتير محظوظ؟ لأنه بصراحة ولا مرة صار من قبل وحدا يقدر ينفض من إيدينا. بس اطلع بحالك، أنت كتير منيح ولساتك عايش ووصلت لهون لحالك. بس دائماً ضل متذكر هالشي، إذا أنت حاولت أنك تحكي لحدا عن الشي اللي بتعرفه وشو هي حقيقتي، وقتها بتعرف شو رح يصير. برافو عليك. إذا احتجت لأي شي بس خبرني، أنا معك ولحالي وبس. يا ترى مين ممكن يكون وراء قصة خطف تشاواني؟ ديب ولا تارا؟ ومين حاول يقتل أنجالي؟ كان ديب ولا كانت تارا؟ أنا بعرف شو هو السر تبعي. مين ممكن يكون؟ شو هو السر اللي بيعرفوا عني؟
يعمل هيك؟ طيب مين هو اللي بيعرف سري؟ فرات؟ فرات اللي بعت الرسالة؟ بس ليش بده يعمل هيك؟ وشو السر اللي بيعرفه عني؟ وحتى لو بيعرف شي كان في يجي ويحاكيني بشكل مباشر. يمكن إنه مو هو اللي عمل هالشي، أو إنه شكلها هاللعبة كتير كبيرة وأنا ماني فهمانة أي شي. شواني، كيفك اليوم؟ إجت مرة تانية تارة على غرفتك؟ طيب خلص اهدى شواني، على القليل احكي لي شو اللي صار هنيك بالفندق؟ اللي مين راح لهنيك؟ ومين اللي عمل فيك هيك؟ أختي، أنا ما قدرت أشوف وشه لأنه كان لابس قناع، أنا ما بعرف مين كان، ما قدرت نام كل الليل. لا لا، ليش لا تخافي شواني؟ أختك موجودة معك، ما في داعي لحتى تخاف، وهلا أنا رح ضل جنبك، أنا بوعدك. بس أختي، ديب وتارا هن اثنيناتهم موجودين وهون بهذا البيت، بلكي حاولوا يقتلوني مرة تانية. لا خلص شواني، أنا قلت لك ما لازم تخاف وأنا جنبك، ما حدا رح يقدر يعمل لك أي شيء، ديب ما رح يتجرأ يلمسك، وحتى تارا ما رح أسمح له، لأنه إذا عملوا هالشي شواني الشرطة رح تشتبه فيهم وتراقبهم، وكمان تارا هربانة، وفي بنت واحدة بكل العالم تشبهها لتارا وعندها نفس الوش، وهي عم تمثل إنها آروهي. أنتي طمنتيني بهالحكي. هذا بيعني هلأ إنه أخي تشاواني ما لازم يخاف من أي شيء لأنه أخته موجودة ورح تكون معه تهتم فيه وتحمي. يلا شو رأيك أحكي لك قصة حلوة اليوم؟ ماشي. يلا نام يا أميري، رح نيمك عفراشي الحريري، غمض عيونك وريح جفونك، يلا نام يا أميري. أختي هاي غنية مانا قصة، قلتي لي بدك تحكي لي قصة. تعرف أنا لما كنت صغيرة وقت بدي نام كانت أمي تحكي لي القصة بشكل غنية حلوة كتير، وأنا بروح نايمة دغري. أختي عفكرة أنتي ما حكيتي لي ولا مرة عن عائلتك. أنا أهلي كلهم ماتوا تشاواني، يعني كلهم بحادث سيارة تقريبا من حوالي 6 سنين، وأنا من بعد هداك اليوم عايشة لحالي. أحياناً بحس أني بوحدة كبيرة، كل ما فكرت فيهم وتذكرتهم، وأنا من وقت اللي عرفت أني حامل ورح صير أم صرت اشتاق لهم أكتر بكتير، كانوا رح ينبسطوا كتير لو عرفوا أنه أنا حامل. ما هيك أختي؟ أهلك شكلهم كانوا بحبوكي كتير، ما هيك؟ إذا بدك احكي لي شي بتتذكري عنه. أروهي بابا، بابا بترجاك تعي لهون، ما بدي حط زيت عشاني. شوفي بابا بترجاك، ما بدي حط، ما بحبه. اسكتي، اليوم شعرك كتير قوي بس من ورا استخدامك للزيت. عدي لشوف، يلا عدي، يلا عدي بقى مسيك. يلا لشوف، حمل لي الزيت. يلا عم حط لك الزيت. قلت لك ما بدي، حاسه كأنه وظيفة للمدرسة ورح يخليني صير كتير مشهورة. شوفوا شوفوا، هي أروهي كاشياب رايحة، هي البنت الشاطرة، وبنتك ما لقيت شاب خرج زواج منشان ترتاح منكم. بنتي نحن ما بدنا شاب يتزوجك وبس، بدنا إياه كمان يحبك ويحطك بعيونه ويدير باله عليك. إيه؟ هالشاب لازم يكون بحب بنتي مو بس لجمالها، كمان بحبها لقلبها وروحها، ويرافقها ويضل معها بكل حياتها خطوة بخطوة. بالضبط مثل أبوها. إيه أكيد. بس بيكفي بقى. رحتي وتركتيني يا أمي وما في شيء صار مثل ما فكرتي، دائماً أنتي كان بدك أني لاقي الشخص اللي رح يبقى معي وما يتركني. أنا حاولت كتير لاقي هالشخص، بس شوفي بنتك قديش وحيدة وحزينة اليوم. ليش أنتوا تركتوني لحالي بهالسرعة ورحتوا؟ أنا هلأ وحيدة. ألو؟ أنت ليش غبية كتير؟
مين عم يحكي؟ انت رح تعرفي كل شيء. انا بعتلك علبة ورح توصل لعندك بعد شوي، وكمان نصيحة، لازم تحصلي على هالعلبة بسرعة قبل ما تاخدها تارة وتكشف كل شيء، ولا رح يصير معك مشاكل انت مالك قدها. مين انت؟ الو؟ الو؟ هي؟ مين اللي كان على التليفون يا ترى؟ ظاهر العلبة اجت. الشخص كان عم يحذرني انه توقع العلبة بين ايدين تارا مشان ما يصير مشاكل. صار يلي خايفة منه واخذت تارا العلبة. اروهي شكرا شكرا لانه استلمتي لي اياها. هات يعطيني. استني شوي انجالي، شو عرفك انه هالعلبة لألك انت مو لإلي؟ شوفي انت اسمك ما انه مكتوب عليها ابدا، اصلا مو مكتوب عليها اسم حدا الا هاد، مكتوب عنوان بيتنا نحن. ومثل ما انا بتذكر انه انت مالك غير كم يوم جاي على هالبيت، اذا في حدا بعت لك شيء ليش لحتى يكتب عنوان بيتنا نحن عليه؟ انت شو عم تحكي اروهي؟ باعتباري انا ساكنه هون فاكيد رح ابعت العنوان اللي انا ساكنه فيه هلا، وكان من المفروض توصل هالعلبه بكره بس هي وصلت اليوم، لهيك اكيد هي لالي. اعطيني. استني انجالي، تذكرت اني كنت طالبه غرض وقالوا لي رح يوصل هاليومين، فممكن تكون العلبه لالي. لا تارا ما فيك تفتحيها، مستحيل. طيب خلينا نعمل شيء، خلينا نفتحها ونشوف ورح نعرف لمين. اروهي انت ما فيك تفتحيها، عم قلك انه فيها شغلات خاصه لالي انا. هلا فهمت، انت ما بدك يعني انه اعرف شو هو الشيء الموجود جوات هي العلبه، لهيك انا مصره اني اشوف. اروهي انا عم قلك اعطيني العلبه، قلت لك فيها شغلات خاصه لالي انا. انجالي ما بعرف ليش انت كثير مصره هيك. طيب ماشي، انت بدك هاي العلبه مو هيك؟ معناها يلا تعي وجربي انك تاخديها مني. يلا خليني اشوف شجاعتك. تشواني خليني اقول لك شغله لازم اكون قلت لك اياها من زمان. تشواني كثير متغير هالفتره وصاير كتير عم يتقرب منك وعم يحب يضل حاله بالغرفة، ما بعرف ليش، وانت بتعرفي انه ممكن يصير اي شيء خطير مع الولد لحاله. شواني شو اللي صار؟ انت كيف كسرت الابريق؟ شو اللي صار؟ اختي اما لتارا اجت من شوي لهون، هي مجنونة شي؟ اجت كسرت الابريق وراحت. الابريق؟ مين اللي سكر الباب؟ مين اللي قفل الباب؟ مين هون؟ شو اللي عم تخطط له تارا؟ اروهي افتحي الباب بسرعة، افتحيه. الظاهر انه تارا كانت مخططه لكل هالشي من قبل، وهي اللي بعتت امها لهون وكسرت الابريق مشان تخليني انا حبس هون. لا مستحيل، ما بعرف شو رح يصير اذا تارا شافت شوفي بالعلبه، يمكن هاي كانت الطريقه الوحيده لحتى اوصل للحقيقه، بس كل شيء رح يخرب. شو هالحكي الفاضي؟ مين السخيف يلي بيشتري شغلات تافهة مثل هي؟ أروهي يلا افتحي الباب. شو صاير؟ مين يلي قافل عليكي؟ شو عم يصير؟ مين يلي؟ مين يلي حابسها لأنجالي بالغرفة؟ تعرفي شي عن الموضوع ولا أنت يلي وراك العادة؟
وليش أنا بدي أحبسها لأنجالي بالغرفة؟ يعني شو الفايدة من هالشي؟ يمكن أنت مو منتبه فرات. شواني شو بيحبها؟ تعودوا على بعض وعم يضلوا مع بعضهم دائما. هنن كانوا عم يلعبوا لعبة الغميضة بالغرفة. يمكن الباب انقفل بالغلط أو ممكن شي حدا سكره بالغلط بلا ما ينتبه. أنا قصدي إنه أنجالي أنت رح تصيري أمه هيك؟ ديري بالك على حالك، ممكن يصير لك شي خطير. أنجو، أنت كنتي عم تلعبي مع تشاواني؟ أروهي مع حق، أنت ما بصير تعملي هيك وأنت بهالوضع. هالشي كتير غريب، الولد يلي كان مقرب من أروهي هلأ فجأة وبدون سبب صارت علاقته فيكي قوية. يعني أصلاً أنت ما بتعرفي منيح ولا شايفتي من قبل للولد، فشو السر من هالعلاقة؟ الأطفال بيفهموا المشاعر منيح. من لما بلشت حس أني رح صير أم، أنا بلشت حب الأولاد، لهيك بظن لهالسبب تقربنا أنا وتشاواني من بعض. أنا فهمان عليك، فيكي تعملي يلي بدك إياه، بس انتبهي على حالك ماشي؟ شو قصة هاللعبة؟ معقول كان في شي حدا عم يمزح معي؟ معقول تكون هاللعبة هي علامة لشيء أو دليل؟ خلصت البطارية. شو هذا؟ أختي شوفي شو لقيت لك فيها، كانت تحت البطارية كأنها شريحة. معقول يكون فيها المعلومات اللي حكى عنها هداك الرجال اللي اتصل فيني؟ أنجالي الحقيقية، ليش حاملة مسدس؟ ليش؟ شو عملت؟ ألو؟ الشغل رح يخلص. معقول إنه أنجالي تغلط بشغلة؟ موتون أكيد، لهيك اهدى ولا بقى تتصل، خليني ركز. هالشي بيعني إنه أنجالي كانت قاتلة؟ بترجاكي لا تقتلينا، إذا بتريدي سامحينا يا بنتي. أنا بوعدك نحن ما رح نحكي شي لأروهي. معي؟ من وين بيعرفوني هدول الناس؟ مين بيكونوا يا ترى؟ لا تقتلينا بنتي. شوفي بترجاكي لا تقتلينا، بترجاكي لا تقتلينا لو سمحتي يا بنتي. يا مرتي وينك يا مرتي؟ شوفي مو انتك اليوم كنت تبكي مشان السلاسل؟ ايه انا اليوم رحت وجبت لك هالسلسال الحلو هاد. سلسال؟ سلسال؟ واو عن جد كتير حلو. شوفي بس هذا مبين كتير غالي. ايه واذا كان غالي يعني انا اشتريت لك اياه بمصريات الكتيرة. لك بس أنا عندي شرط واحد. شو؟ إنه أنت ما تشلحي من رقبتك أبداً أبداً. بابا هي ما رح تشلحه وما رح تفكر بهالشي، بعدين أنا هون لا تأكل هم. عن جد؟ لأنه يا ماما هذا مو سلسال عادي، هذا عربون حبه لك. عن جد؟ بابا باعتبارك اشتريته لبسها إياه. حلو كتير. لا تقتلينا. سلسال بس بابا خلاها للماما لابسها بشكل دائم، كيف ممكن يكون نفس السلسال على رقبتها؟
مكتوب إنه هذا الفيديو عمره 6 شهور. بس هالشي مستحيل، كيف ممكن أهلي يطلعوا بالفيديو؟ لا مستحيل يكونوا أهلي لأنهم ماتوا من زمان. هالشي بيعني إنه أنجالي قاتلة، بس ليش لحتى دي بيعطيني وش وحدة قاتلة؟ شو هو السر من ورا هذا الشي؟ معقول يكون هالشي منشان يطلع من الموضوع ويورطني أنا فيه؟ مدام أنجالي الحليب. آه شكراً. شربي هلا وأنا بعدين بجي باخد الكاسة بس تخلصي. ماشي؟ بس زليخة كتير مدحتها لأنجالي قدامي وهي بتحبها، يمكن إنه هي ما بتعرف حقيقتها. زليخة؟ نعم؟ لوين رحتي؟ تعالي أنتي ما بتخلصي شغل؟ تعالي وقعدي لشوف. قعدي. شوفي مدام أنجالي، ما شو في صار؟ شي، بس أنا كان بدي أقلك إنه أنتي كتير وفية، يعني أنتي دائماً كنتي واقفة معي بكل خطوة ومشكلة. يمكن أنا صرخت عليكي، يمكن قلتلك شغلات قاسية، بس كله من عصبيتي. أنتي بعمرك ما رديتي بوشي، بالواقع كنتي دائماً توقفي معي. شكراً، شكراً كتير. مدام أنجالي، أنتي شو اللي عم تقوليه؟ كيف فيني فكر إزعل منك أو من أي شيء أنتي بتعمليه؟ أنتي من زمان ساعدتيني كتير، كل ما احتجت مصاري أو أي شيء كنتي تعطيني اللي بدي إياه بدون ما تفكري أو تطلبي شيء بالمقابل. ومو بس أنا، أنتي كمان كنتي تساعدي الكل، كنتي تعملي كل شيء بالوقت المناسب، النوم بوقته، الفيئة بوقتها، الأكل بوقته، وكل شيء. يعني بالمختصر ما حدا كان له مشاكل معك، وبحياتك ما زعجتي أي حدا. هي تاني مرة بتمدحها لهالمجرمة، أنا ما بقدر أفهم، معقول هي كانت حدا منيح؟ أنتي دائماً كنتي تحبي من كل قلبك، هذا كان غلطك، ما بيصير. اسمعيني، ما قلت لك بانه كتير مهم تروحي تشتري الاغراض من السوبر ماركت؟ لكن يلا خدي الاوراق من امها لاروهي وروحي جيبيهم. ماشي، بالاذن مدام. انا لازم اروح لانه عندي شغل مهم، انا مضطر اني اروح اشوف حدا، وبوعدك اني ما اطول. انتبهي على حالك. كانه زليخة كانت رح تقول شيء مهم قبل ما تروح، حسيت كانه رح تحكي شيء عن فرات أو عن حدا تاني. طيب ليش كان فرات عم يتطلع بهي الطريقة الغريبة بزليخة؟ ممكن يكون في شي سر؟ ألو ديب، أنت وصلت على المشفى؟ شوي ورح أوصل ورح أعرف الحقيقة الكاملة من الدكتور وخليه يحكي ويعترف بخصوص مين بتكون أنجالي ومين بتكون أروهي. هو بالتأكيد بيعرف شي نحن ما بنعرفه. ماشي، أنا رح كون منتبهة هون، والعصفور بقيان بالبيت كمان. ماشي. حاسة كأنه هالتمثيلية كلها لعبة واحدة عم تنلعب، ما عم بفهم شو اللي عم بيصير. مؤكد في شي ما بعرفه وأنجالي مخبيته عني، بس يا ترى شو هو اللي ما عم بقدر أعرفه؟ معقول في شي ناقص باللعبة وما انتبهت عليه؟ أكيد ما بدها ياني أعرفه وعم تحاول تخبيه عني مشان ما أكشفه. أكيد في شي سر بالموضوع، أنا لازم أعرف شو هو هالشي اللي مخبيته عني، وما بيصير أبقى هيك. ديب؟ فيرات؟ أنت شو عم تعمل هون؟ أنا أجيت كرمال أخذ تقارير عن جالي. اللي أنت شو الشيء اللي بينك وبين الدكتور ساكار؟ أنت صاير كتير مهتمة بأنجالي، فيني أعرف ليش؟ لا تخاف فيرات، أنا ماني مهتم بحبيبتك أنجالي. وقعت مني ساعتي بغرفة الدكتور، أنا أجيت أخذها بس، ما في أي شيء تاني. عن جد؟ وبدك يعني صدق كلامك؟ شايفني ولد لتضحك علي؟ بالمناسبة أنا من شوي كنت عند الدكتور ساكار وسألته عن كل شيء كمان، وهو حكالي. هاي الإيد لعادة تمد علي أحسن ما أكسر لك إياها. أنا ما بيهمني شو حكيت أنت والدكتور، بيهمني بالآخر أعرف شو هي الحقيقة. إذا يلي كانوا بالفيديو هنن أهلي الحقيقيين. شو
شو هالظرف هذا؟ بترجاكي لا تقتلينا. بعتذر، ما فيني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.